عليكم. سلام. شنو الاحمر؟ فول راجع شباب. شو نفسية احتاجت هذا. اه والله. بس حلو هذا البدي. مين ماخذه؟ والله جاب لي واحد شريف. منو؟ واحد. بس والله كلش قوي عليك. اي. لايق لك. اي مرجعني شباب. مو ميسر تشرب سيجارة قدام ابنك. مو هاي الشغلات تعلم بيها. الأجيال الفاكسة مثلكم. بالضبط. أيه. فتتذكر من اللي قفتنا دخن جيجار سويت بيه؟ طيحت حبه. بس أنا شنو كان جوابي؟ بدأت ترزل بيه. من الشيء قلت له يعني متأثر بيك لأنك هنا أنت سويت ذبيته سايلت. ما قدرت تسوي شيء. إيه فما يصير دخن جيجارة قدام ابنك الصغير اللي يكسبها لأنه أنا أتعلمها. هذا ابني الصغير اللي بارحة ركب على أمه قال هشوف لي جيجار أبويا ما. وهذا نفسه لو غيره. نفس ابويا اللي خطيه ساعه ب 12 مليار راح جاب لي باكيت وجه زقت كبير خوالي اروح لهم وركب سيرا على الاقدام. راح اشيل الشايه هسه واتورط من ابو خوالك. رضوان خط احمر. خايف طز بيك وعشرة برضوان. لا كل شيء ولا رضوان. شو نمونه هو هذا رضوان؟ نمونه لو خبزه. رضوان جاي. ليش تحكي على رضوان؟ ليش؟ والله افتح له البيوت كلها. كيفك شنو؟ اي طبعا بكيفي. لا والله. والله لا غير رجال البيت هاني؟ شلون؟ من رجال البيت؟ والله محذوره كاميرا مفتوحه ولا بيك زيج اصلا. من رجال البيت؟ انا رجال البيت، انت شنو؟ انا هم رجال البيت. اخ والله. انت شو؟ انت ما محترم وجودي. شنو انت؟ اه والله شنو انت هذا الجيل شنو؟ يروح ويرجع على هذا الجيل، يروح ويرجع على هذا الجيل. بالاربع العصر. لا دا قاعد بالوحده الظهر. بالاربع العصر يقول صباح الخير. صباح الخير. حسابك مال الانستغرام عليكم. هيك شرد اشوفه. بنذر علي حسابك اول ما اشوفه تدري شو اسوي له؟ نكز. شنو هاي النكز النوت؟ هاي سالفه قديمه بالفيسبوك. بس لا والله جديات من اشوف حسابك مال انستغرام يعني اتابعه زين. طيب كيف شنو يعني وشنو بعدين يعني اتابعه اشوفه اسوي له انستغرام. انا شحدي كل شيء معي اتابعه اشوفه اسوي. انا اتابعه كلك اشوفه كل تروح وين تجي سوالفك جايبه وتحبه. اسوي لك بلوك. بس ها هي اسوي لك بلوك على انستغرام. مو كيفك. والله العظيم. والله العظيم. والله داقف حسابك اسوي لك بلوك. انا طيح حظك. ايش تريد تسوي؟ ما اخليك. والله شنو ما تخليني؟ تليفوناتك اخذه. ابسط شيء ما اخليك تطلع. والله نعم. قلت لك شنو انت متظاهر الوضعيه. نعم شنو قويه. نعم لا والله يعني شنو ما تخليني اطلع. شو تغير طفل انزع غير طفل ابقى انا ابوك ابا عليك بقتي على راسي تشرف فيك. بس مال اخذ تليفونك شنو هذا الوقت راح. ها قبل 10 سنوات تسوي بيه شنو هسه ماكو. انا اخذ تليفونك شنو راح. راح هذا الوقت تسمع الكلام غصبا عليك. اي اوكي اسمع ما يخالف. اي بس يعني بحدود. شنو تاخذ تليفوني شنو اليوم متاخر انا. اوكي حجي تريد شيء؟ والله جديات راح اروح يم جماعه تبات. تريد شيء؟ احنا فندق يعني مثلا فندق السعاده يرحب بكم. هذا يعني والله هذا انا شاب ارد اطب اطلع اسهر اتونس. انت بشبابك ايش سويت؟ لعبت جوله. اي فانا حالي حالك. شكو شغلات سويتها بشبابك راح اسويها بشبابي. اي شغله زين. انت ما تستحي طالع بالشورت؟ رايح عندي ما تستحي يعني؟ لا رايح عندي تمرين. يعني واذا عندك تمرين عندي يعني؟ تمرين يعني شنو التمرين يعني صار عندك مثلا عطل بالسياره شنو المشكله؟ لابس شورت شنو غير شاب انا؟ ليك طالعه شاب انا. المهم راح اتاخر انا اليوم. تريد شيء؟ لا والله العظيم لا بدعتي. تعال بوقت. لا حبيبي لا بخاطري. يلا محتاج خاطري انت رجال. يلا راح افلتهم في دول عينك. تعال بوقت. يلا شوي لا طيح حظك. يلا امشي. ومنو موجود يمنا بالبيت؟ وتخيلك حبيب روحي
حبيب خالو اسوي هيك مثل علوش. هذا لدبسز مالتنا. شو تريد؟ شعر. تريد شعري؟ تريد شعري؟ شعر توتي؟ شعر توتي؟ وين شعر توتي؟ تريد نفس شعري؟ شبي شعري؟ شبي؟ لقيت دودة؟ دودة وين هالدودة؟ تعال بوس خالو، بوسه بوس خالو. شياك ما شاء الله الاحترام عنده فول واحد على واحد. لك تعال تتحارش بنت الجيران اليوم مو ادب سز سرسري عليه من تطلع. اي بدت 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 ها واحد عبالها ما هالزيدي هاك صور ايش تسوي يا دكتور؟ بعدك تخافني الكهرباء؟ لا اسوق كله بالحزام او شرقات للمرور. قال لي والله اذا لو مو حلو انت كان سويت لك مخالفه. قال له العباس ما ادري بس ما قال لي يا حلو. لا ما قال لك، قال لي إيه والله قال لي يا حلو ليش لابس الحزام؟ قال لي يا قلت له والعباس ما ادري. قلت له والعباس ما ادري العباس قلت له بسوي روحي انا خليت ايدي على قلبي قلت له راح على الكروه مع الحزام حجي. عيد لي مو الحزام بعد لك يلا شوف والله شوف والله بس عيد الكاميرا بس عيد الكاميرا عيد الكام صاعد والله صاعد حبيبي والله العظيم سأل الله ان يحفظك الله وصاعد صاعد بالحزن صاعد والعافيه ينطيك طيب قلبي شلونكم شخباركم طبعا انا وجهي راد لزيان حلو راح زين هسه من الحلاق بس هذا شعري اريد اسوي له شو اسمه اصبغه ابيض هذا فوق شيبات شو تقولون اسوي الحركه لو عيب لو ما جهال قلوا لي تمام سيب خو بعد الزعلانه من السؤال مال الشرف لو السمعه انت لا عندك شرف ولا زين اللي مثلا لا عنده شرف ولا عنده سمعه هذا وين يروح سيب والله هسه مثلا وين يروح بس اسلوبك والفاظك قدام المتابعين وين يروح؟ وين تروح يوم يا ابني؟ كم اصدقائي؟ اصدقائك هم اللي ما عنده لا شرف ولا سمعه يا اصدقائي يا اصدقائي السلام عليكم اصدقائي اذا خيروك بين الشرف والسمعه ايش تختار؟ شرف وسمعتك تولي السمعه؟ انت عيسى انا اختار السمعه لك جودي الغالي نورني يا واد عذبني عليك العباس جودي الغالي نورني يا ورد شلون ابو العيس حبك عذبني حبك عذبني عليك العباس حلوه شباب اليوم شوف السلام عليكم لا سلم على القميص عاد انا ردك جواب حجي عيسى بعد ان شاء الله عيسى راح يروح للعمره ان شاء الله اللي يريد يطلب مراد كذا دعاء بس لي اياه وسجاهم راح يروح وياه قال يفلش والله اصدقائي اصدقاء اكبر ساقطين وانا فرحان